بدأنا يوم 1/4 وإن شاء الله بإذن الله هنسلمه متفنش خالص يوم 30/10. إحنا عندنا الأعمال هنا على طول مستمرة بصفة دايمة تقريباً 24 ساعة في اليوم، شغالين بشكل مكثف، ضغطين ناس، ضغطين شغل عشان نخلص إن شاء الله في الميعاد، وطبعاً إن شاء الله نطلع الشغل بأحسن صورة في أسرع وقت وأعلى جودة. كل شيء بيتغير من صرف صحي، مية شرب، غاز طبيعي، كهرباء، مركز خدمات، مركز شباب، وحدة صحية، كل شيء. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الشكر والتقدير لحضرته. تحيا مصر، تحيا مصر. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج مركز شربين داخل مبادرة حياة كريمة، لأن يعني المركز كله كان معدوم من الخدمات خالص، يعني 26 قرية النهاردة بيتغير شكلهم من كل حاجة، من صرف صحي، من مراكز شباب، جمعيات زراعية، كل حاجة بتتعمل، المجمعات خدمية، كل حاجة بتتعمل النهاردة، يعني ما شاء الله. تحيا مصر. ونحب نشكر كل المسؤولين عن الموضوع، عن المشروع ده بالذات، لأن حاجة غيرت معالم مركز شربين خالص بالكامل.